استشهد أكثر من 80 مدنيا وأصيب آخرون نتيجة غارات لطائرات التحالف الدولي على قرية التخار شمال منبجبري في حلب الشرقي، ضمن هجوم واسع تشنه قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة منذ مطلع حزيران الماضي. وللوقوف على تفاصيل المجزرة ينضم إلينا عبد المنعم العبد، رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس أمناء الثورة بمنبج. بداية عبد المنعم، أطلعنا على ما حصل في قرية التخار شمال منبج. نعم سيدتي الكريمة، بعد هجوم تنظيم الدولة صبيحة البارحة على المحاور الثلاثة الغربي والجنوبي والشمالي إلى أنه تراجع تحت ضربات التحالف الدولي، وفي ليلة البارحة قام تنظيم الدولة داعش بالتسلل إلى قرية القدورين وهي بالقرب من قرية التشات شمال النهر، ومن ثم جاء طيران التحالف الدولي وقصف قرية التخار بالقرب من قرية القدورين شمال نهر الساج، ومن ثم جاء طيران التحالف وقصف قرية التخار بإحدى الضربات التي تحصن بها المدنيين العديد نعم، من المدنيين طب ما هذه هي القصف الحصيلة النهائية والحصار تقريبا القامة. للشهداء نذكر أن سوريا والجرحى؟ نعم يعني عبد المنعم، ما هي الحصيلة النهائية تقريبا للشهداء والجرحى نتيجة هذا القصف على قرية التخار؟ سيدتي الكريمة اليوم وصلنا، ومنذ لحظات وصلنا أكثر من 10 عائلات لا يقرب عددهم عن المات شهيد، والباقي جرحى، يعني يذكر أن أكثر من 50 جريح نتيجة الغارة الجوية ليلة البارحة على المدنيين في قرية التخار. نعم، طيب إلى أين تم إسعاف هؤلاء الجرحى؟ سيدتي الكريمة هناك لا يوجد أي مستشفيات أو نقاط طبية تخص المدنيين في القرى المجاورة لها. أغلب الجرحى يتم نقلهم باتجاه يعني قوات قسد الذين تسيطر عليهم في القرى المجاورة. نعم، طيب عبد المنعم، هل يمكن القول بأن منبج أضحت عين العرب الثانية؟ سيدتي الكريمة يعني أصبحت عين العرب الثانية للأسف الشديد من قبل قصف طيران التحالف الدولي وحصارهم للمدنيين، بالإضافة لاستخدام تنظيم داعش للمدنيين كدروع بشرية، وهذا لاحظناه ليلة البارحة في قرية التخار. نعم، شكرا لك عبد المنعم العبد، رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس أمناء الثورة بمنبج.